عليكم البنات، كيف بقيتوا لبس عليكم؟ مزيان بخير، كي صبحتوا صافا؟ الحمد لله. شوف الطلب الواحد المتتبع مسكين على بغرير 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 بغرير، راني سبقت وذكرتها في واحد الفيديو، ولكن ان شاء الله مازال ما حطيتوش، تنحطوه تشوفوه. دابا غادي نلبي لها ان شاء الله الطلب ديالها، غير هي غادي نلبي لها، المهم واحد واحد، من بعد ان شاء الله نزيد لها. قلت ليها غير قولي لي شنو من نوع بغرير بغيتي، لان انا عندي بزاف هنايا بغريرات، غادي نشارك معكم واحد ما كيختملش البنات سور بلاص. هذا ديال ضيف الغفله، كيجي غزال كيجي لذيذ، ولكن انتبهوا معايا لان هذا شويه خصو ديال التقنيات، وتركزوا معايا في لاغوسيت. بالنسبه للبنات لاغوسيت عندنا هنا جوج خمارات حمر فقط، ما كنديروش الخميره العاديه. عندنا الملحه، عندنا القدر ديال الماء، غادي نحتاج هذا الكاس ونزيد كاس واحد اخر حيت كيجي شويه خفيف، ومع السميده راكم عارفين تاخذ هكا كتشرب الماء. غنحتاج جوج زلايف ديال السميد، انا حطيت لكم غير وحده معبوره. وعندي كاس ديال لا كريم فريش البنات، كاس ديال لا كريم فريش، ما تستغربوش والله القسم الا تيجي واعر. وعلاش ما درتش فيه الخميره؟ لان لا كريم فريش كتفاعل ليا غير مع هادو ببركه. كنخلط الخميره مع لا كريم فريش وكنديرها في الخلاط، كنزيد الماء، كنخلي واحد الكاس كنخلط فيه السميد وكنديرو يتطحن مزيان، ومن بعد ان شاء الله 5 دقائق ونطيبو معكم وتشوفوا معايا كيفاش كيجي. كنعاود ناكدها ما فيهاش الخميره، هانتوما من خلطه وانتوما معايا. البنات هانتوما شوفوا، ها هو الطحن شتي كي كيجي، هو غير بسميتو غير بالسميده بوحدها البنات. هذا هانتوما كما كتشوفوا، وديك الكاس ديال لا كريم فريش هانت شتي كي كتبيضو. المهم غنخليه 5 دقائق غير يرتاح ونطيبو معكم وتشوفوا كي كيجي. هانتوما معايا البنات، ها هي من بعد ما دازت 5 دقائق هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما يعني ما طالعه فيه لا خميره لا والو، غير الخميره ديال الخمارات الحمر، يعني ما دايرهش في هذا الخمير. اوكي البنات، هذا راه تيجي رائع، نتوما غادي تشوفوه معايا كيفاش كيوجد. ها نتوما شفتوا البنات، غادي نقرب لكم الزليفه ديالنا، ها هي شفتوها، ها هي باش غادي يجيني قريب. ها نتوما كتشوفوا شتي تبارك الله كيجي، ما تقيسوش فيه كاع، غادي تخليوه خليوه. ها نتوما شتي كي كيجي مجعب، صغر الصوره ماما يلا. ها نتوما صافي، نخليها تحتمر شويه. ها نتوما معايا، هانتوما البنات، غادي نشوف قدامكم. غادي نخليها، هانتوما تشوفوا كيفاش كيتشعب، كيبدا ما شاء الله بشويه بشويه. وحاولوا، انا غير الزليفه وريتها لكم يعني باش تشوفوا قدامكم، حاولوا تبعدوها وتخليوهاش حدا السخون شويه، لان الخميره الفوريه غير الخميره راكم عارفين العاديه، يعني الاخرى كتفاعل اكثر. هذه شويه يعني نحيوها ما نخليوهاش. شتي تبارك الله ما شاء الله كي كيجي، وهذا هو البغرير ديال الكريمه اللي قلت لكم في 10 دقائق تيوجد ليا في الغفله، الفطور بزربه شي حاجه طوب البنات. مهم انا غادي تشوفوا معايا الكميه، يمكن نديرها معكم فلوغات، يمكن نزيد معكم وحيده باش تشوفوا احسن. اوكي البنات، وبغريرات اخرين ان شاء الله ترقبوا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اوكي، هي والملاوي اللي بغى شي حاجه يكتبها لي في الكومونتير البنات، ولو المهم بالنسبه للتعليقات راه نقدر نوقفها، المهم سمحوا لي على هذه، ولهنا هذه الهضره دابا نولي نقولها في الثاني ان شاء الله. انتم معايا Thank you.
البنات هي البنات التتمة ديالت البغرير ديالت الكريمة اللي ما كيختمرش. ثقوا بيا كيجي واعر، هانتوما كتشوفوا قدامكم كيجي لذيذ كيجي خفيف كيجي هشيش. واخا نعيا نوصف لكم كنتمنى ان شاء الله تجربوه وانتم غادي تفهموني ان شاء الله. غير هو شويه البنات راه صعيب بالنسبه بحال دابا انا نفهم لكم لان ما فيهش الخميره، صعيب على مبتدئات ولا ما كيطلع لهمش بغرير، يعني صعيب عليهم يحاولوا يعاودوا الكره مره وجوج وثلاثه ان شاء الله حتى ينجح لهم. وبالنسبه لاغوسيط اللي عطيتكم تقسموها على جوج باش يلا الا ما نجح لكمش ضيعوا في كميه قليله. اوكي البنات ما تضيعوش في كميه كثيره بحال اللي درت معاكم. كنتمنى ان شاء الله المتابعه ديال الحساب اللي تتعلق لي به الاسم ديالو سيمو ماروك نكون لبيت لها ولو حاجه بسيطه، لان دائما مسكينه كل فيديو كتطلبني كتطلبني ما قدرتش نخسر ليها خاطر هاد الساعه. المهم كنتمنى حبيبه تجربيه ويعجبك، مع تندير لك ان شاء الله البلدي وندير لك اللي كيختمر واللي ما كيختمرش وديال الزليجه وديال المقله. المهم من هنا فوق ان شاء الله دابا نقدم لكم الجديد ديال البغرير باذن الله بحال هذا. اوكي يا البنات يلا كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. باش نقول لكم البنات هو هانتم كاميرا تهبطه ماما، هانتم شتي كي كيجي مجعب تيجي خفيف، هانتم شتي يعني تمي كنقلبوا لكم شتي كي كيجي كيجي تم هنايا مجعب، فهمتوا البنات هانتم وهكا يعني غير بغيت لان انا الاغلبيه كنحطوا شويه ديكوراسيون بحال المهم عشيشات بحال هكا فهمتي، يعني ماشي دائما كنحطوا على هذا الشكل هذا. كنتمنى البنات ها انتم شوفوا كي كيجي تبارك الله بالرطوبه شتيو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتطبقوا تردوا علينا الخبر في الكومونتير ان شاء الله، ولو عندي قصه مع الكومونتيرات ان شاء الله دابا نحكيها لكم من بعد ان شاء الله. اوكي البنات مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.